أهلا بكم. ماذا يعني صدور تقارير رسمية تتحدث عن أن نسبة الشباب في المجتمع العراقي تصل إلى 60% في حين الشباب العراقي عاطل عن العمل ويعاني التهميش والفقر؟ تقارير محلية ودولية تقول إن الشاب العراقي مهمش على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الوظيفي والعلمي ويعاني من سلب الحقوق، بينما صحفيون وصفوا أن الفساد والتهميش دفع الشباب العراقي للخروج في تظاهرات للمطالبة بحقوقهم، كما دفعهم إلى الطموح والسفر خارج العراق والهجرة. الشباب يطالبون بوطن حر. الأحزاب الفاسدة والميليشيات المجرمة بحسب وصف الكثير من التقارير أنها أجرمت بحق الشباب العراقي وسلبتهم حقوقهم حتى الإنسانية، بينما نشرت وسائل إعلام وصحف ومواقع غربية عن إهمال دور الشباب العراقي وطموحاتهم والذي ينعكس سلبا على المجتمع. غياب الأمل بالمستقبل جعل طموح أغلب شباب العراق هو الهجرة إلى أوروبا وغيرها. وذكرت أيضا صحيفة الجارديان البريطانية أن الكثير من الشباب العراقي يكافح من أجل مستقبل أفضل، حيث يعانون من إهمال الحكومة التي تفتقر إلى سياسات عملية للاستفادة من الثروات البشرية الهائلة التي يملكها العراق والتي هي بطبيعة الحال مهدرة. أرحب بضيوف الكرام في هذه الحلقة، وهم كل من الأستاذ ظفر الخميسي الكاتب والصحفي العراقي. أستاذ ظفر، مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ سمير، حياك الله. وأرحب بالدكتورة رولا الألوسي الاستشارية استشارية تطوير نظم التعليم. دكتورة رولا، مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ سمير وبضيفك الكريم. أهلا بك دكتورة. وأرحب أيضا بالأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي. أستاذ أحمد، مرحبا بك. حياك الله. مرحبا، حياكم الله. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. في يومهم العالمي يحتفل الشباب في أرجاء الأرض معبرين عن دورهم المهم في نهضة البلدان وتطورها وبث روح التجديد فيها، بينما يعاني الشباب العراقيون من الإهمال الحكومي وانتشار البطالة والفقر بين صفوفهم. تشير التقارير المحلية والدولية إلى أن الشباب العراقي مهمش على الصعيد السياسي والوظيفي والعلمي وسلب الحقوق، مما دعا إلى الخروج في تظاهرات كبيرة والمطالبة بوطن حر لا تحكمه الأحزاب الفاسدة والميليشيات المجرمة واسترداد حقوق العراقيين. فدفع الشباب ثمنا باهظا من دمائهم التي سالت في ساحات التظاهرات. نسبة الشباب في المجتمع العراقي تصل إلى 60%، وفي الوقت الذي يمكن أن يكون فيه سبباً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق طفرة نوعية وثروة اقتصادية في البناء، يمكن أيضاً في حال إهمال دورهم وطموحاتهم أن يكونوا سبباً للدمار والخراب، فضلاً عن استغلالهم من قبل مجاميع التخريب والفوضى والمافيات والعصابات التي تعمل في الجرائم المختلفة بحسب العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي. غياب الأمل بمستقبل زاهر جعل طموح أغلب شباب العراق هو الهجرة إلى أوروبا رغم مخاطر الموت غرقاً خلال رحلة اللجوء، فيما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الكثير من شباب العراق يكافح من أجل مستقبل آمن، فهم جيل نشأ وهو لا يعرف سوى الحرب في ظل حياة صعبة وآمال بتحقيق طموحاتهم. الشباب العراقي اليوم يعاني من إهمال الحكومة التي تفتقر إلى سياسات علمية عملية للاستفادة منهم من خلال استثمار طاقاتهم الكبيرة وتوفير كل متطلبات تطوير قدراتهم ومنح حقوقهم وجعلهم جزءاً من بناء الدولة وخلق انتماء حقيقي وطني لهم، إلا أن الحكومة بأحزابها الفاسدة وميليشياتها منشغلة بالسرقات وإحكام قبضتها على مقدرات العراقي
والعراقيين. أبدأ معك أستاذ مظفر الخميسي، الكاتب والصحفي العراقي. في جميع دول العالم الثروات البشرية لها معايير محددة يتم تطويرها ويتم تنميتها وتنمية مهاراتها من أجل الوصول بهم إلى مخرجات وأهداف تحقق التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، التنمية الشاملة المستدامة. ولكن في العراق يهمش أكثر من 60% من فئات الشعب العراقي، 60% تمثل فئة الشباب، هذه مهمشة تعاني من البطالة، تعاني من الفقر. ما الأسباب؟ هل هو استهداف متعمد للشباب وتهميشهم؟ مساء الخير مرة ثانية على حضرتك وعلى حضرة ضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. بصراحة الجيل الشباب في كل مكان بالعالم على مر التاريخ هو الجيل المهم بالمجتمع، أهم جيل، الجيل اللي يكون عنده طاقة، يكون عنده قادر على الإنتاج، قادر على الثورة، قادر على الإبداع. هذا الجيل معروف عن العراق الآن، يعني كل التقارير تقول أنه أصبح العراق يعني أصبح العراق شاب، تنحصر أكثرية العدد السكان بين 25 إلى 45 سنة، وهذه الأعمار تكون خلاقة، تكون مبدعة، لكن في العراق غير شكل. العراق الحكومة تصرف المليارات الدولارات من أجل تفتيت هذه الطبقة، من أجل إشغالها بحصرها بصندوق من الخزعبلات والفساد والإدمان على المخدرات. الحكومة تتقصد أنه هذا الجيل اللي هو المفروض أنه هو اللي يقوم الدولة، هو اللي يقدم شيء إلى الناس، هذا الجيل الآن أصبح مثل ما قلت حضرتك مهمش، مشغول بالمخدرات، ينوي إلى الخروج إلى الخارج، لأنه هذا العمر أو هذا الجيل مخيف. في دول أوروبا يقيمون المهرجانات، يقيمون الفعاليات من أجل امتصاص طاقة هذول الشباب، يقدموا لهم الإمكانيات من أجل أنه يبدعون، أنه ينتجون، أنه يقدمون شيء. بس بالعراق الأمور مختلفة بصورة بالضبط معاكسة. مهم مهتمين بتهميش الناس، بتهميش الشباب، بإشغالهم بحاجات غير مفيدة من أجل إبقائهم مهمشين، وإبقاء الناس اللي موجودين بالسلطة خاطر ما يعانون من أي خطر أو حساب. نعم، ابقى معي أستاذ مظفر الخميسي. أرحب مرة أخرى الدكتورة رولا الألوسي. دكتورة رولا، يعني الطاقات الشبابية، الثروات البشرية مهمة جدا في كل الدول، ولكن في العراق تقع مستهدفة، يا إما بالمخدرات، يا إما بالاستهداف بالتهميش، يا إما بالاستبعاد، يعني بشكل قوي وتعطيل كامل لهذه الطاقة التي تبني البلد. هل هذا يعني أحد أهداف الاحتلال الأمريكي؟ هل هذا أحد أهداف الاحتلال الإيراني؟ لماذا لا يراد للشباب العراقي الذي هو اللبنة الوحيدة للبناء وللنهضة وللتنمية للصناعة للزراعة أن تنهض؟ لماذا تستهدف المخدرات؟ تستهدف بالتهميش السياسي، بالتهميش العلمي؟ بالضبط، شكرا جزيلا أستاذ على هذا السؤال. وفعلا هو التركيز أصبح بالأخص يعني في فترة ما بعد الاحتلال أو بعد 2003 لجأت جهات كثيرة لتدمير أساس المجتمع العراقي، وأحسن ما كان يبدون به للأسف الشديد هو الشباب. فإذا نلاحظ أنه اللي هم كانوا أطفال في فترة 2003 أو دي يكبرون في تلك المرحلة بعد 21 سنة، تشوفهم هم هسه بالمجتمع أكثر فئة مستهدفة. يوجد في العراق 29 مليون شخص دون سن 24 سنة، وهذا الشيء حتى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني في كلمة إلى العام الماضي أشار إلى، يعني حتى الحكومة هي معترفة بهذا الشيء، وذكر أنه الدولة تفتقر للبرامج الحقيقية والواضحة في توظيف طاقات الشباب.
لكن لو نفكر بالأسباب، السبب واضح جدا، دمار المجتمع، يشغلوه بأشياء سلبية، خاصة مثل ما ذكر الأستاذ مظفر قبلي، أنه بدأت مسألة المخدرات إلى هوهم بهذا الشيء، وحتى بالنسبة للسوشيال ميديا. بالنسبة للمخدرات، يعني بلغني من أكثر من أستاذ في الجامعات العراقية أنه يتم التعاطي حتى في الجامعات بين الطلبة، والأساتذة لا يقدرون يعلقون ولا يقدرون يتخذون إجراء، لأنه الأشخاص اللي ملتهين أو مشغولين في إفساد الشباب أو تدمير المجتمع هم مدعومين من أو لديهم أجندات أو لديهم يعني من جهات أخرى هدفها نخر أساس المجتمع الشاب العراقي. أكو نقطة مهمة كذلك، يعني المجتمع حاليا ملتهي به، يعني المجتمع الشبابي، يعني احنا ما نقول شباب مو بس الذكور كذلك الإناث، ما في أي اهتمام أو أي دعم للإناث في المجتمع، مركزين على السوشيال ميديا وعلى المحتوى الغير جيد أو الغير صحيح، بحيث قبل يعني لو تشوف برامج، قبل كم يوم كنت أتابع برنامج البنات من يسألوهم ما هي هواياتكم، يقولون السوشيال ميديا أو يقولون التسوق أو المولات. يعني هذا شيء مؤسف، بعد أن كان العراق رمز للعلم والتكنولوجيا والشباب يعني إلى مكان يعني يصرف به طاقاته، عدم الاهتمام بالرعاية العلمية والمواهب الفنية كذلك للشباب. فالأجندة واضحة والأهداف مبينة، سواء كانت بسبب احتلال في تاريخ معين من 2003 أو لاحتلال من نوع آخر. نعم واضح. ابقي معي دكتورة رولا، سوف أعود إليك. أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، مرحبا بك مرة أخرى. 60% من فئات المجتمع العراقي هم من الشباب، ولكن حال العراق هكذا، ما هي الأهداف التي تقف وراءها استهداف هذه الفئة المهمة؟ العنصر البشري الشاب، يعني هم فئة الطاقات، فئة الإبداعات. نعم، يعني بالحقيقة يعني نتحدث هنا عن مشكلة كبيرة، وهي مشكلة الشباب العراقي الذي يعاني اليوم من البطالة ومن الضياع ومن عدم وجود استقرار أمني وسياسي واقتصادي يتيح لطبقة الشباب في المجتمع العراقي من أن تعيش الحياة الكريمة التي تستحقها إسوة بشعوب المنطقة. الأهداف التي يعني تتحدث عنها من يعني من تهميش الشباب ومن تسطيح عقولهم وتسطيح أهدافهم، هو بالتأكيد يعني منعهم من أن يكونوا قوة اجتماعية فاعلة في المجتمع وفي الحياة السياسية والاجتماعية في العراق، خاصة يعني أنه يعني ينظر إلى الشباب في كل المجتمعات الطبيعية، يعني ينظر إليهم بأنهم القوة التي تمثل يعني مصدر التغيير والانتقال للأوضاع الاجتماعية في المجتمعات العربية والعالمية والعراقية خصوصا. لذلك يعني تهميش الشباب أعتقد أنه سياسة متبعة، وتسطيح عقولهم وجعلهم يعني فريسة ل الأجندات التخريبية من ميليشيات ومن أفكار سياسية منحرفة وأفكار عقائدية منحرفة، يعني هدفها بكل تأكيد هو تهميشهم وتحويلهم إلى قوة شبابية معطلة بدل أن يكونوا قوة شبابية فاعلة. نعم أستاذ أحمد، إذن عودة إليك يا أستاذ مظفر، يعني من وجهة نظرك بعد هذا الشعور باليأس والإحباط، الآن أصبح الشاب العراقي يطمح للهجرة خارج العراق ويترك العراق، يترك الجمل بما حمل. من وجهة نظرك يعني ما تداعيات
ذلك على العراق؟ هل سيغادره أهله ليحل محلهم شباب من الأفغان، شباب من باكستان، شباب من إيران؟ هو بالفعل هو هذا المخطط، هذا المراد من 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 محاربة الشباب ودفعهم إلى الهجرة. الشاب العراقي اليوم اللي يعاني من البطالة يشوف قدامه ثروة العراق تبدد، سيطر عليها فئة قليلة من العملاء وحكومات الاحتلال يسيطرون عليها، يتمتعون بها هم وأتباعهم. الفئة الكبيرة من الشعب العراقي محرومة، تعاني من الفقر ومن البطالة، لذلك تدفعهم. ووجود انتشار الموت في الشوارع، انتشار الموت في لأتفه الأسباب، هذا يدفع الشاب العراقي للتفكير أنه إذا طلع للخارج في كلا الحالتين سيموت. لكن هناك بصيص أمل أنه يدخل إلى أوروبا ويدخل إلى دولة تحترم حقوقه وتحترم طموحاته وتحترم هذا. المخطط بالأصل هو إفراغ العراق من هذه الفئة الشابة، إبدالهم مثل ما تفضلت حضرتك بأفغان وإيران وباكستان، 50,000 باكستاني كما تقول الأخبار انتشروا في العراق، هذول 50,000 راح يأخذون مكانات الناس اللي تطلع والناس اللي تموت بدون سبب. الحكومة العراقية، حكومة المنطقة الخضراء لا تبالي بمن يموت، لا تبالي بمن يخرج، لا تبالي بهذا النزيف اللي يصيب المجتمع. هي تريد تبقى بأي وسيلة، بأي طريقة، حتى لو كانت هذه الطريقة قتل الشباب العراقيين وتهجيرهم ودفعهم إلى مناطق الموت الموجودة. هذا كليته. لكن الحمد لله وجود طبقة ذكية، طبقة ممتنعة عن 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 التخلي عن مسؤوليتها. هذه النسبة من الشباب من هذه الطبقة قاعد تزيد، يزيدون بممانعتهم، يزيدون بتثقيفهم لأصدقائهم ورفاقهم وإخوانهم. هذه الطبقة قاعد تزيد بالرغم من كل التنكيل الحكومي. نعم. اللي موجود بالرغم من التهميش، بالرغم من انقطاع الكهرباء، بالرغم من انقطاع الخدمات، بالرغم من الاعتقالات، بالرغم من التلوث السمعي الموجود داخل المجتمع بسبب يعني ما جاء به الاحتلالان. كثير، اسمح لي سام ظفر، سوف أعود إليكم مرة أخرى. دكتورة رولا، هناك كثير من الشهود العيان من داخل أوروبا تحدثوا عن أن العراقيين يتم وضع المعرقلات أمامهم من أجل استكمال أمور تجديد الجوازات، في حين أن الأمور سهلة جدا بالنسبة للأفغان الحاصلين على الجنسية العراقية، وبالنسبة للشيشان الحاصلين على الجنسية العراقية، وكذلك الإيرانيين. يعني هذا الأمر عندما يشاهد العراقي أو الشاب العراقي ذلك بأم عينه، كيف يا ترى يعني يكون شعوره بالانتماء لبلده الذي رفض حتى أن يعترف به كإنسان؟ شكرا على هذا السؤال. طبعا مسألة الموافقة على تجديد الجواز في الخارج أو إذا كان طالب لجوء إلى آخره، هذا يعتمد على سياسة تلك الدولة، وبالتأكيد من وجهة نظر يعني الدولة أنه العراق المفروض نظريا مستقر، فلهذا يعني ماكو داعي انه يعطوهم لجوء الى اخره او يجددون جوازاتهم. لهذا هاي مساله يعني ما نتناقشها حاليا. يعني هاي دكتورة، انا فقط اذا سمحت لي، هو من جانب سيكولوجي، من جانب نفسي، يعني بالتاكيد يعني من ضمن الاطر التي يعني تخصصتم بها هو الجانب النفسي. نعم. كيف سيؤثر ذلك على نفسيه الشاب العراقي واحساسه بالانتماء لوطنه؟ طبعا هذا شيء جدا جدا يأثر عليهم بشكل سلبي، لأنه تسمع يقول يعني أنا يعني على شنو باقي بالعراق؟ ليش أنا هنا؟ فينطلقون ويروحون إلى دول أخرى. بس هنا تبدي المأساة، لأن هم دا يشوفون الصورة الجميلة للغرب، ما دا يعرفون. لكن الشيء الجيد اللي لاحظته بالآونة الأخيرة أنه بدل الشباب العراقي يصير عنده وعي لأهمية البقاء ولأهمية
الإصرار على المساهمة في إيصال صوتهم وتحسين الوضع. يعني مثلا لو تتكلم مع شخص قبل كم يوم كنت في تاكسي وتكلمت مع سائق التاكسي اللي هو حاط أوراقه مسكين دي يدرس عند امتحانات جامعية، فيعني تشوف الألم والأمل في نفس الوقت بعينه، يعني تحس أنه هم شباب مصرين على الاستمرار ومتأكدين أنه لابد أن توصل مرحلة أنه تتغير الأمور إلى الأفضل. المشكلة اللي تصير أنه صوتهم غير مسموع سواء كان يعني في داخل البلد أو خارجه، والنقطة أنه يعني في حالة واجهوا صعوبات خارج البلد ويريدون يرجعون، هم تلاحظ أنه فد يعني معادات للشباب، لا يسمحوا لهم، لا يعطوهم فرصة للعمل، لا يراعون المشاكل أو الأضرار اللي تضرروها بسبب هذه الهجرة، والهجرة هم دفعوهم إليها. فبالنسبة للمشاكل النفسية أكيد تأثر عليهم، لكن أعتقد الشباب العراقي نفسيته قوية وعنده إرادة، والدليل أنه ما يزالون برغم كل شيء، برغم الحرب، برغم الظروف القاسية، برغم أنه راح يواجهون من قبل الشرطة إلى آخره، يطلعون مظاهرات ويحاولون يوصلون صوتهم. لكن أنا أعتقد أنه مسؤولية كل الأفراد اللي مثل حضرتك أو الضيوف الكرام أنه يساعدون الشباب على إيصال هذا الصوت، لأنه وحدهم ما راح يقدرون، يتبهذلون برا البلد ومتبهذلين داخل البلد. يعني هي بحد ذاتها أنه أنت في وطنك مهجر أو محارب، هاي مأساة، كارثة. نعم دكتورة، ابقى معي لو سمحتي. أستاذ أحمد الجميلي، يعني بالتأكيد عندما ننظر إلى المرحلة الزمنية من سنة 1990 ولغاية 2024، يعني هذه المرحلة ربما إن حصرناها نحن شخصيا نحصرها كمرحلة فئة شباب، يعني نراها أنها مستهدفة سواء بالحصار الاقتصادي، بالتجويع، بالحصار العلمي، بالحصار التكنولوجي، محاصرين من جاءوا إلى هذه الدنيا إلى الآن هم محاصرون، هم لا يسمح لهم بأن يبدعوا، بأن يفكروا، بأن يخططوا وينفذوا ويحققوا هدف. يعني هل نجح الاحتلال الأمريكي بحصاره وبتسليط الأحزاب التي قدمت على سبطانات الدبابات إلى العراق وحكمت في المنطقة الخضراء، هل نجحت في استئصال شوكة الشاب العراقي؟ لنكن واقعيين. للأسف يعني الواقع يقول بأن سياسات الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق منذ عام 2003 وإلى اليوم نجحت في تهميش وفي تدمير القوة الشبابية في العراق. اليوم يعني للأسف يعني أصبح طموح الشاب العراقي هو أن يحصل على راتب بائس من إحدى دوائر الدولة من خلال الحصول على وظيفة، وأصبح مستعد لدفع أموال طائلة من أجل الحصول على راتب شهري بائس. وبالحقيقة يعني نحن ننظر إلى فئة الشباب في المجتمعات الأخرى كيف أصبحت يعني قوة هائلة، أصبحت تغير في المجتمع وفي السياسة. ننظر ما حصل في دول أفريقيا عندما يعني أقدم شبان أفارقة على قلب أنظمة الحكم وانقلبوا على أنظمة الحكم التي كانت موالية لأوروبا وبالتحديد فرنسا، وأعلنوا دولهم دول مستقلة وأصبحت لديهم خبرة اقتصادية واعدة. أيضا ما يجري في فرنسا هو أن هنالك يعني شخصية شابة تنافس على كرسي الرئاسة. يعني هذا طموحنا نحن كعراقيين، يعني نتمنى أن نشاهد الشباب العراقي بمستوى المسؤولية وليس يعني شبان يعني ضائعون مهمشون سائحون بلا هدف. لذلك للأسف يعني سياسات الاحتلال التي يعني جلبت هذه الطبقة الفاسدة وجمعتهم من ملاهي أوروبا ومزابل دول العالم وسلمتهم حكم دولة مثل العراق يزخر بموارد يعني اقتصادية وبشرية هائلة،
لم تنجح هذه الحكومات في استثمار طبقة الشباب، ويعني للأسف يعني الحكومات والقوى السياسية عملت على التأثير على يعني عملت على الحد من تأثير الشباب في المجتمع. هناك أيضا يعني تصدرت المشهد أستاذ أحمد، تصدرت المشهد شخصيات جاهلة وشخصيات يعني بمعنى الكلمة متخلفة، يعني من الملاهي الليلية مثلا تخرج واحدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعلم الشابات كيف يتعاملن مع المجتمع ويتعاملن مع الأسرة ويتعاملن مع الزوج. وكذلك هناك شباب من التافهين حشاكم يخرجون على مواقع التواصل بتفاهاتهم يجرون الشباب إليهم بأفكارهم المسمومة، وبالتالي القضاء العراقي يتفرج وربما يدعم، لا نعرف ما هو دوره بالضبط. أستاذ أحمد، هل هذا من ضمن المخطط؟ نعم بالضبط، يعني هذا جزء من الفشل الحكومي الذي يعني سمح لمنصات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك سمح لوسائل إعلامية لهم مكاتب في بغداد بتدمير الشباب العراقي بشكل ممنهج. أصبحت السوشيال ميديا تسيطر عليها شخصيات كما قلت تافهة تتحكم وتوجه الفكر الشباب العراقي نحو اتجاهات تضر بالمصلحة العامة وتمس يعني تغير من شكل عقيدتهم الدينية وتغير من ولائهم للعراق. لذلك نرى أن يعني اليوم أصبح الشباب العراقي هو أصبح وقود للحروب بالنيابة التي تقودها المرشد الأعلى الإيراني في سوريا وفي اليمن وفي بقية دول العالم، بل أن هنالك شبان عراقيون اليوم يعني منخرطون في القتال في الحرب الأوكرانية الروسية. نعم معي أستاذ أحمد. أستاذ مظفر الخميسي، يعني أصبح الشباب العراقي وقود لحروب تشعلها إيران في المنطقة، يعني إذا تحدثنا عن المشروع الإيراني هو جل وقود هذا المشروع ومقومات هذا المشروع. بغض النظر عن الأفكار نتحدث عن الموارد، هناك موارد بشرية تحترق عراقية موجودة في سوريا، موجودة في اليمن، موجودة في لبنان، موجودة في كخلايا نائمة مثلا في باقي الدول. أيضا هناك ثروات عراقية سواء بالنفط سواء بالأموال، الدولار الذي يتهرب يعني مليارات الدولارات، يعني بلد نفطي في العراق الآن، يعني نصف هذا الشعب تحت خط الفقر بسبب المشروع الإيراني. هذا ليس كلامي، هذا كلام الكثير من المراقبين والمحللين يصفون واقع العراق وكيف استحوذت عليه إيران. حتى صناعة الحروب الداخلية في العراق وقودها الشباب، هل تعتقد أن هذه النقطة هي كانت القشة ربما التي قسمت ظهر البعير وجعلت مستوى الإحباط النفسي يصل بالشباب إلى الهجرة من العراق؟ أعتقد كلامك صحيح 100%، سؤالك يعني صحيح 100%. أعود إلى أول كلام طرقنا إلى برنامجك الكريم، أنه الدولة تصرف مليارات الدولارات من أجل تهميش طبقة الشباب. من ضمن هذا التوجه اللي تقوم به الدولة دفع الشباب إلى اتجاه واحد هو العسكرة. العسكرة نعم. عسكرة المجتمع، عسكرة الشباب، عسكرة هذا الجيل. أما انتماء إلى القوات المسلحة، قوات مسلحة بائسة ما عندها شغل وعمل غير أنه تحمي البلوغرات وغير قوات الأمن، فشلت في كل شيء. قوات الأمنية اللي موجودة أو ينتمي إلى الميليشيات، لا توجد وظائف، لا توجد صناعة، لا توجد زراعة، لا يوجد تعليم. أحسنت. إمعان وصرف المليارات الدولارات من أجل إنشاء جامعات أهلية مشبوهة، غسيل أصبحت غطاء لغسيل الأموال، أصبحت غطاء للتجار بالبشر، أصبحت غطاء للأسف أقولها للدعارة وغيرها. فالشباب أصبحتهم متنفذ واحد يريد يعيش من عنده. أغلب الشباب ينتمون إلى الميليشيات، يضطرون إلى الذهاب إلى الحروب إلى غيرها من أجل لقمة العيش، إضافة إلى الشباب الموجودين اللي
مغسولة دماغهم، تم غسيل دماغهم بهذه بخلال هذه 22 سنة 23 سنة. للأسف استيلاء هذه الطغمة الحاكمة استيلاءها على الثروات وعلى الوظائف وغيرها، وحصرها بناسهم وبأتباعهم، هو هذا اللي يدفع إلى هذا هذه النتيجة الكريهة، للنتيجة أنه الشاب يكون أما عسكري أما ميليشياوي أما يروح حرب أما يموت أو يموت من الجوع. يعني مدى يخلون أي أمل آخر إلى الناس. نعم، وهذا حال الشاب العراقي. نعم، يبقى معي أستاذ مظفر، سوف أعود إليك. دكتورة رولا، يعني بالتأكيد لو تحدثنا عن، لو أن هذه الثروة البشرية التي يتمتع بها العراق موجودة في إحدى دول أوروبا، ما الذي ممكن أن تفعله أوروبا بالعراق؟ يعني هو العراق مو بس ثروات نفطية أو إلى آخره من الثروات الموجودة، بس هو مثل ما تفضلت حضرتك، هو الشباب أصلاً ثروة، ودول الغرب أو الدول الأوروبية بحاجة إلى إدارة وبحاجة إلى توجيه وبحاجة إلى متابعة. الدول الأوروبية مستغلة هذا الشيء، لهذا تلاحظ يعني حتى للأسف الشديد، شوف إحنا شو مدى نستثمر الطاقات اللي موجودة في العراق الشبابية، حتى في الأولمبياد في باريس 2024 مشاركة يعني قياسا بالثروة الموجودة الشبابية في العراق يعني مشاركة مخجلة. تخيل يعني من أبسط الرياضات هو التسلق على الحائط، حتى هذا العراق ما قدر يشارك بها. ليش؟ يعني عندنا طاقات بشرية ممكن يستثمرها البلد. الغرب يستغل الطاقات اللي عنده، وللأسف الشديد الشيء الوحيد اللي احنا اللي نستغله انه هسه بدوا العراقيين يركزون على غير شيء، او الحكومه العراقيه تركز على مو بس انه نخسر الطاقه الشبابيه، وانما التركيز على دمار الفئه اللي هي بعد اصغر من الشباب. والدليل انه قانون الاحوال الشخصيه هذا الجديد، والتركيز على الاطفال. شوف وين يعني وين الشغل ده يصير على نخر كينونه المجتمع، ما يفيد بس نعم بالضبط الأجيال. بالضبط. وحسب اليونايتد نيشن تقرير قبل كم يوم كنت بدي اقراه، يصرحون انه تحتاج الدوله بعد ان تمر في حاله دمار او كونفليكت الى اخره، تحتاج على الاقل 14 سنه حتى يبدي يتعدل حال تلك الدوله كنتيجه احتلال او مشاكل يعني داخليه، خلينا نقول او صراعات داخليه. احنا مو بس صار لنا 21 سنة وما نزال ندمر بالبلد، وانما نسمح لجهات اخرى انه الدمر بعد لاجيال قادمة بعد اكثر واكثر. فيعني للاسف الشديد احنا ما نقدر نقول لو كانت هاي الثروات موجودة دولة اخرى في الغرب، لانه هي عندهم هذا ويعرفون شلون يستخدموها، بس احنا نبدع في آلية تدمير البلد. مع الاسف. أستاذ أحمد الجميلي، من وجهة نظرك، يعني حاول الشباب أن يغير في عام 2019 بثورة سموها ثورة تشرين، طالبوا فيها بسقوط النظام الذي دمر طموحهم واحتكر السلطة بالمحاصصة. من وجهة نظرك، يعني هل أن محفزات التغيير لديهم أعلى نسبة في دمائهم الثائرة التي تريد أن تتفجر في سبيل التغيير كونهم شبابا، أم أن نسبة الإحباط هي التي تتغلب؟ أستاذ أحمد تسمعني؟ نعم أستاذ أحمد، لكم السؤال تفضل إذا سمعتني جيدا. نعم، يعني كلنا نعلم أنه يعني انتفاضة تشرين والتظاهرات التي يعني اندلعت في أكتوبر من عام 2019 يعني كانت رد فعل من طبقة الشباب على الفساد المستشري وعلى البطالة وعلى سوء إدارة البلاد وتراجع وانعدام الخدمات والمحاصصة السياسية وعلى الطبقة السياسية ككل. حاولت هذه التظاهرات إحداث تغيير جذري لكل هذه السيئات، لكن
وللأسف قوبلت هذه التظاهرات بقمع السلطة الحاكمة لهذه التظاهرات، وقامت بتخوين هذه التظاهرات وشيطنتها وحرفها عن مسارها من خلال تشويه المطالب التي خرجت من أجلها طبقة الشباب العراقي في انتفاضة تشرين. كل هذا كان يعني الهدف منه هو إدامة السيطرة السياسية على المجتمع العراقي، وأيضا كان الغرض من قمع انتفاضة تشرين هو يعني استهداف الشباب ومنعهم من إحداث محاولات وتغيير النظام الاجتماعي في العراق. أيضا يعني كانت أحد أبرز مطالب شباب تشرين هو إنهاء الفساد الحكومي. نحن نتحدث اليوم عن مشكلة سببها الأساسي هو الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الذي وهب كل خيرات البلاد لجيوب الفاسدين التي حولوها إلى عقارات وإلى استثمارات في الدول المجاورة وإلى استثمارات في دول العالم، بينما حرم الشاب العراقي من أن يعيش حياة كريمة أسوة لبقية شبان العالم. أيضا يعني رفع الشباب أصواتهم ضد نقص الخدمات مثل الماء والرعاية الصحية والكهرباء التي ما زالت يعني يعاني منها العراق حتى اليوم. أيضا كان من أهدافهم هو الحصول على يعني فرص عمل عادلة يعني تضمن لهم العيش بحرية وبكرامة داخل بلدانهم، لكن كل هذه المطالب جوبهت بقمع حكومي. واليوم نحن نشاهد أن كل السياسات التي تتبعها الحكومة الحالية والحكومات السابقة الهدف منها هو تقديم حلول ترقيعية مؤقتة لا ترقى إلى حل مشكلة بطالة الشباب بشكل جذري. نعم أستاذ أحمد. أستاذ مظفر، ما هي الحلول الآن أمام الشباب العراقي؟ يعني ذكرتم أنه لابد من الصبر، لابد من مواجهة التحديات، لمواجهة يعني ما يجري الآن في العراق، ولكن ماذا يوجد في العراق لكي يبقى الشاب العراقي في بلده؟ هناك مولات فخمة، هناك كساد اقتصادي، هناك سيطرة لرؤوس الأموال التي استحوذت على الأموال بالحرام، بالسرقة، بالاختلاسات، بالصفقات المشبوهة وبغسيل الأموال. يعني الذي يرى الموجود داخل العراق يلاحظ بدقة هذه الفجوة الكبيرة ما بين أصحاب الأموال الحواسم إن صح التعبير، وما بين الشباب الآن الذي لا يجد فرصة عمل. للأسف الأمر أعتقد أني أشوفه صعب جدا، صعب وقاسي على الشباب العراقيين في ظل تسلط مثل ما تفضلت حضرتك، تسلط هذه الفئة مسكهم كل أمور الحياة الاقتصادية وغيرها. الشاب العراقي يشوف يعني كل شيء موجود، هو عايش في محيط يمشي بالعكس، السارق هو اللي متنفذ، القاتل هو الحر الطليق، الإنسان المتعلم هو اللي يموت من الجوع، الإنسان الشريف هو اللي ميت من الجوع، الإنسان اللي ما يسرق اللي مو فاسد هو اللي ما يقدر يحصل فرصة للعيش الكريم، في حين الجهة المعاكسة هي المتسيدة، هي اللي تتمتع بخيرات البلد. هذا الشيء قاسي على الناس، وقسوة الدولة وقسوة الحكومة على هذه الفئة قسوة كبيرة. أنا يعني أشوف أنه الأمر كلش قاسي، لكن ما عند الشاب العراقي غير أنه يتحمل هذا الشيء. وأعتقد أني دا أشوف يعني مو مثل ما مثلا يعني صار لنا سنة أو سنتين في وسائل الإعلام التغيير جاي والتغيير جاي، كله في سبيل تبريد الناس وإحباطهم. أني أشوف أنه القلوب مليانة بالثورة، الغليان موجود عند الناس، لكن من بين الغليان موجود عند الناس بالرغم من كل محاولات أتباع الحكومة وأتباع الميليشيات
إلى قمع الناس، لكن هذا الغليان يزيد يوم عن يوم بكل مع كل يوم يمر عليهم في ظل الحرمان، في ظل العوز، في ظل الفقر، في ظل مع الأسف أقولها في ظل البحث في النفايات من أجل لقمة العيش. هذا كل تدي راح يأجج ثورة عارمة إن شاء الله آتي عن قريب. نعم أستاذ مظفر. دكتورة رولا، يعني القضاء العراقي كيف ينظر إلى الشباب وكيف ينظر الشباب إلى القضاء العراقي؟ يعني الشباب مثلا من البنات، من النساء، الشباب من الرجال، كيف ينظرون إلى هذا القضاء المتهم من قبل العراقيين بأنه مسيس وأنه يسعى إلى يعني تعميق الفجوة ما بين الفاسدين وما بين الأشراف إن صح التعبير؟ يعني الفاسدين الذين هم منتفعون بهذه الحكومة، حكومة المحاصصة، ووصفت الأشراف الشباب الذي بنيته سواء كان رجل أو امرأة بنيته أن يبني الوطن وأن يربي الأجيال. شكرا، سؤال جدا مهم للواقع الحالي. وللأسف الشديد القانون العراقي يعني هو من مهمش كذلك حال الشباب، لأنه القانون العشائري هو اللي يمشي في حالة أنه يعني ما يمشي القانون بالعراق حاليا. ومثل ما ذكرت قبل قليل قانون الأحوال الشخصية اللي هسه حاليا يعني البلد كله يتكلم به عفوا، فما يقدرون يعتمدون على الدولة. للأسف الشديد الشباب ما عندهم، يفتقدون الثقة بالدولة وبالقانون العراقي. بس أكو هم فد نقطة جدا مهمة أستاذ إذا أريد أذكرها. نعم، يعني بالنسبة للشباب أزمة البطالة، يعني هو مو بس ما يقدر الشاب يعتمد على الدولة أنه تحميه أو تدافع عنه، وإنما يعني يقول أوكي أنا شنو اللي كاسبه من البلد، عاطل عن العمل، درست، تعبت، تخرجت وما عندي أي مكان أشتغل به. السبب أنه أنا هذا الشيء دا أذكره لأنه عملت استفتاء البارحة ويا الشباب العراقي، وردت أعرف شنو الأشياء أو الأمور اللي دا تتعبهم واللي دا تحاربهم بالبلد، وهي هاي كانت واحدة من هذه النقاط، أنه التهميش أكيد لكن البطالة كذلك. يعني تخيل إحنا عندنا بطالة بالعراق 20% من المواطنين هم عاطلين عن العمل. يعني لو نقارنها تقارير تتحدث عن أكثر من 35% بطالة. بس بالضبط، يعني الأرقام مو طبيعية. بس لو تشوف تقارنها سواء بالدول العربية أو بالدول الأجنبية في الغرب، يعني فرق شاسع. يعني بالإمارات نسبة البطالة 2%، مصر 6%، بريطانيا 4%. يعني سواء تشوفها دولة عربية أو أجنبية إحنا 20. ليش؟ لأنه المشكلة عندنا هذه المحاصصة، المحاصصات اللي هي مو بس تدمر الشباب وإنما تدمر البلد بشكل كامل، ومن ضمنه وبالدرجة الأولى هو القانون، لأنه طيب للأسف الشديد القانون للأقوى. القانون للأقوى دكتورة أفهم. من الناحية يعني النفسية السيكولوجية، يعني نتحدث في الأطر التعليمية. نعم. المؤسسات المختصة، المؤسسات الاجتماعية أو المجتمعية إن صح التعبير، يعني نعم. على من نضع اللائمة؟ نضعها على الشعب أم على الحكومة؟ يعني هل الشعب جاء من الحكومة أم الحكومة جاءت من الشعب؟ الحكومة جاءت من برا، الحكومة ما جاءت من الشعب، الحكومة جاءت من الخارج. نعم. كنتيجة للاحتلال. مختصر مفيد، ما نقدر نلوم الشعب، ما نقدر نلوم الشباب والعشائر. صحيح رب العالمين، رب العالمين يعني يقول في كتابه الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا اللي يحاولوه الشباب. هذا اللي راح يستمرون، لأنه الشباب العراقي قوي وعنده إرادة وثوري، لكن من تكون عليه أكثر من جبهة مفتوحة. يعني ما يفيد أنه يعني مساكين، ما يكفي بس الحياة تضغط عليهم، تجيهم جهات أخرى تضغط عليهم حتى ما يلقون أي دعم من الدولة، وإنما الدولة تكسرهم بعد أكثر.
يعني شلون يصير عندهم امل. بس مع هذا اني دا اتفاجئ، اني صار لي تقريبا يعني سنوات من اني صغيره خارج العراق، بس بعد جيت بعد 33 سنه تفاجئت برغم كل الاشياء اللي مر بيها البلد، ما يزال الشباب عندهم امل. اذا ما هو الحل؟ الامل يعني ما هو الحل؟ الحل راح اكون جدا يعني متفائله واقول انهاء المحاصصات، ومتفائله بعد اكثر واقول القضاء على الفساد الاداري. والفساد الاداري هذا في كل اجزاء البلد، في كل الاقسام، في كل الوزارات، في كل المؤسسات. هذا يعني شلون ننهي؟ أنا أعتقد ممكن ننهي الفساد الإداري وننهي المحاصصة في حالة يجي شخص وطني فعلا يحب العراق، فعلا يحب البلد ويحب ناسه وترابه، ذاك الوقت نقدر ننهي هذه المحاصصة والفساد الإداري. أما الأشياء اللي ممكن إحنا نتكلم بها منا بعد 20 سنة لخة، اللي هي الاستثمار بالكفاءات، اللي هم يعني للأسف الشديد يعني أتكلم مع جهات تعليمية أنصحهم بالاستثمار بالبشر، بالناس، بالشخص العراقي، بالكفاءة العراقية، يكون الرد لا نفضل أجنبي. ليش تجيب الأجنبي؟ الأجنبي يعني هذا يأخذ راتبه ويروح في حين أن العراقي البلد مفضل في جميع دول أوروبا. بالضبط. أشوف فيه المستشفيات في بريطانيا، الجامعات عراقيين. ليش مو أنتوا تستثمرون ببلدكم بناسكم؟ شكرا جزيلا دكتورة رولا العلوسي. أستاذ أحمد الجميلي، في دقيقة واحدة لو سمحت، ما الحل أو الحلول أمام الشباب العراقي؟ اعتقد ان يعني حل مشكله الشباب في العراق يعني بما في ذلك يعني تحقيق كل مطالبهم وتطلعاتهم هي يعني كما تفضلت الست الكريمه قبلي، يعني هو اصلاح النظام السياسي، اعاده هيكله النظام السياسي، ان يتولى حكم البلاد يعني ناس مخلصون لهذا البلد، لا يرتبطون باي ولاءات خارجيه. أيضا القضاء على مشكلة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة ويجعل العراق كبلد غير صالح للعيش. هل هذا ممكن في ظل في ظل يعني أحزاب مستحوذة على العراق بالكامل؟ كيف يمكن القضاء على الكساد؟ كيف يمكن القضاء على المحاصصة؟ ألا تعتقد أن الأمر فيه الكثير من يعني الأمل يعني، ولكن ليس هناك أي أدوات على الأرض؟ بالتأكيد يعني كما تفضلت يعني هو الفساد يرتبط بهذه الطغمة الحاكمة اليوم في العراق، وبالتالي إنهاء الفساد هو يعني أخيرا هو يعني إزالة هذه الطبقة. شكرا جزيلا أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، وشكر موصول أيضا للأستاذ مظفر الخميسي الكاتب والصحفي العراقي، وشكرا جزيلا دكتورة رولا الألوسي استشارية تطوير نظم التعليم. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية. في أمان الله.